الشخص ده بيفكر في مشروع ما، أو الشخص هذا داخل في علاقة ثلاثية، مش من طرفك أنت يا برج الميزان، من طرفه هو، يعني هو مع شخص طرف آخر، طرف ثالث، وهو بيبحث عن الأموال والاستقرار. وهو عن جد عمال بيبحث عن المال والاستقرار، عن الحاجة المادية مش العلاقة العاطفية. فهو الشخص هذا إما في علاقة ثلاثية هو في طرف آخر، طرف آخر هو، أو الشخص هذا عنده مشروع مركز فيه جدا، كل تركيزه في هذا المشروع، أو الشخص هذا في علاقة مع امرأة نرجسية وهو بفكر كيف يوفر لها المال ويوفر لها كل شيء، لأنه إحساسي إنه الشخص هذا حاسس إنه محتاج للمال أو محتاج لاستقرار مادي مش استقرار عاطفي، ومحتاج شيء من المال لأنه عنده حاسس إنه في شخص مطنشه بسبب المادة، بسبب المادة. في شخص، الشخص هذا اللي معكم اللي انتوا فايتين تشوفوا له، سواء كنتوا في زواج او في انفصال، فالشخص هذا في حدا مطنش بسبب المادة او استقرار العائلي، لانه هو داخل طرف ثالث، اما شخص، اما امرأة نرجسية او شخص نرجسي اللي من الاشخاص الماديين. فالشخص هذا كل تفكيره ومتجه الى اللي بده يستقر ماديا لحتى يرتاح تفكيره بشيء متعلق فيه، هو متعلق بشيء مادي اسري. احتمال الشخص هذا متعرف على شخص نرجسي، شخص بشده بطريقه التجاهل والتطنيش، واذا ما لبيتش رغباتي فانا رح أطنشك ومثلا أقطع معاك نهائيا. شخص اللي بتعامل مع شخصية نرجسية، عشان هيك هو انت شايفه ملتزم الصمت ومتباعد عنك، وهو مختفي ومتباعد وشايل هموم كبيرة. وحاسس حاله داخل في شيء شبيه للموت. الشخص هذا كأنه يعني كيف بدي احكي لكم، حامل هم المفروض هو ما يحمل، بس هو محمل نفسه فيه او مدخل نفسه فيه، مخفي سر هذا الشخص بس مش مظهر لحدا، بس ظهر لنا في الطاقه تاعته، حاول انه يظهر لنا في الطاقة تاعته طبعا انه هو بس مركز في المال، لكنه مركز في المال عشان طرف اخر غيرك يا برج الميزان. واحتمال يكون انه اذا انتوا كنتوا منفصلين فهذا الشخص شايف او يعني المشكلة بيناتكم انتوا، وانتوا عارفين انه هو فيش طرف تالت بيناتكم، احتمال هو بيعاني بالمادة المال، يعني بيعاني انه مش قادر ياخد قرار في علاقتكم بسبب انه عنده عسر في المادة ومشروع معين مش قادر يحقق فيه نجاح، فهو مركز فيه للبعض منكم. خلينا احكي لكم الابراج، برج الميزان وبرج العذراء وبرج الحوت، حلو كل الابراج ورا بعض، وبرج العقرب. احتمال يكون هو برج العقرب وحابب يغلبنا شوي في الكورونا، وبرج الجديد، وكمان برج الثور. بس طيب شو مشاعره من ناحيتك؟ مشاعره شوي يعني الشخص تعبان. انا مبدئيا بحكي لك الشخص هذا تعبان جدا جدا جدا. الشخص هذا حاسس انه انتم الاستقرار والعائله. ليش؟ هو
بسبب التوعية. الشخص دخل علاقة سامة وانفصل عنها ومشاعره راحت إلكوا وحس إنه أنتوا الأمان أو أنتوا الأشخاص اللي راح تحتويه، فهو شايف إنه أنتوا العشر نقود، الاستقرار والعائلة والراحة النفسية، لكنه يمر هذا الشخص في انفصال عشان هيك تذكركوا. ما تكونوا انتوا كنتوا في زواج وانفصلتوا عن بعض، وبعد الانفصال حس انه انتوا الاستقرار الوحيد اللي في حياته. الشخص اللي بمر بصاعقة، بمر بانفصال، بمر بشيء، وهو زي تفاجأ اجت صحوة حسست انه انتوا الاستقرار والحياة الصح. طب خليني اشوف ليش طولت الانتقال. بس هذا الشخص يعني في عنده مشكلة، عنده مشكلة، الشخص هذا عنده مشكلة، عنده مشكلة. أعتقد هاي طلعت في طاقته الشيء اللي بيحاول يتكتم عليه، أو الصاعقة اللي صارت في حياته بتكتم عليه. الشخص هذا إما انضحك عليه وحس بقيمتكم، برضو تنفع القراءة للمنفصلين. الشخص هذا حس بقيمتكم بعد ما أكل عصي تقال كافي. يعني الشخص هذا بيحاول يمسك نفسه لأنه عارف إنه هو غلط في حقكم، وبعد ما الدنيا مثلا نحكي ربنا أخذ حقكم منه، عرف إنه هو مديون إلكم لأنه أنتوا كنتوا في استقرار وكنتوا مستقرين وكنتوا أنتوا بالنسبة إلى الأسرة والعيلة والبيت والأمان والحنان والدفع يعني. فالشخص هذا مشاعره من ناحيتك هيك لأنه بيمر في انفصال من الطرف اللي تركه بسبب الشخص. وبالمناسبة هون برج الأسد. طيب هو كيف شافك؟ هو شافك أنت مستقر، مع إنه هون يعني إن الشخص بس لا رؤيته غير لك. طيب خليني أشوف كلو، أشوف بلكي ساعدتنا في القراءة أكثر، لأن الشخص هذا طاقته شوي يعني عنده مشكلة غيركم أنتوا، عنده انفصال آخر غيركم أنتوا. خلينا نشوف، يمكن هو راح لزواج تاني، تزوج عليكم يعني، تزوج من طرف آخر، وهو دخل يعني طرف آخر، زوج تاني، أخذ شخص منفصل، دخل أو إذا كان رجل أو إذا كانت امرأة دخلت في زواج مع هي يعني إنه رقم اثنين في الزواج هذا طرف ثاني، وبتنفصل هلا عن هذا الشخص. احتمال يعني لبعض منكم انتم طبعا يعني هي قصتكم، وكل واحد ياخذها كل واحد هو عارف قصته. انا بعطيكم احتمالات وانتم خذوها للاتجاه المناسب لكم. هون بيحكوا لكم انه لاحظوا مشاعرك الجسدية والعاطفية المتكررة لأنها تدل على توجيه إليهم. احتمال إنه أنت بتجيك إشارات جسدية من ربنا، مثلا بتحس إنه صدرك ارتاح فجأة، فيمكن ربنا هيك بيزيح عنك هم يمكن تركه هذا الشخص. احتمال أفكارك صارت تتوازن وأنت حس صحتك منيحة وقادر تعطي وتاخذ، وقادر إنك أنت تعطي للآخرين نصائح، أو قادر أنت تنجز أعمالك. فأعرف أن ربنا هو اللي بيوجه فيك في هذا الشيء، يعني ربنا هو موجهك لشيء معين. أنا أعتقد أن هذا الكارت إلك مش إلك. خلنا نشوف الرومانس. معني انا شايفك انه انت
يعني منيح، يعني انت متوازن. طب خليني اشوف، يمكن انت كمان خدعتني. انت شو مشاعرك تجاه هذا الشخص؟ انت تعبان؟ انت يمكن تظهر انك متوازن لكنك تعبان جدا جدا، وحاسس بالغدر من ناحية هذا الشخص. انت حاسس ان هذا الشخص اتعبك، يعني للنفس الاخير، رمق الاخير اتعبك هذا الشخص. عشان هيك بقول لك اتحرر من القيود. Free yourself. It's time to. هلا اجى وقت انك تتحرر من الدائرة اللي انت فيها. Take back control of your life. يعني انت لازم تتحرر من القيود اللي حواليك. اعمل لنفسك كنترول، تحرر. انت تعبان يا برج الميزان، بس بدك تخبي علينا والشخص بده يخبي علينا، احنا خلاص نسكر الكرة. طيب هو شافك كيف؟ هو شافك ال King of Pentacles، شافك انت مستقر، وشافك انت مش معطيه اهمية، وشافك انت بتراقب في عملك وانجازاتك، وانت شخص صبور جدا جدا. وشاف شخصيتك انك انت صبور صبور جدا، انت في طاقة ترابية، شافك شخص ترابي، شافك صبور جدا، شافك انك انت بتحب تعطي عملك حقه، وانت بتوقف فوق عملك شخصيا. لو انت كنت مدير او حتى رب اسرة، فانت شخص بتحب ان كل الانجازات اللي تصير في حياتك انت تكون على رأسها، وكمان انت بتحب تثابر لعملك لحتى توصل للنجاح. وكمان وشافك انك انت احتمال تكون شخص مش مادي، لكنك بتحب الاستقرار المادي وتبحث عن المادة، او يعني توفر احتياجاتك، مش انك شخص انت نرجس. لا طبعا كنا نرجسيين، لكن في كل شخص النرجسية بتكون يعني في بتكون متوازنة، في بتكون هابطة جدا، في بتكون متعالية. فهو شافك الوسط، انك انت شخص بتميل لحب نفسك، لكن بطريقة انك انت تكون متوازن اللي هي انت فيها يا برج الميزان، الموازنة. وكمان هو بيشوفك ان انت كيف يعني بتحب انك انت توفر احتياجاتك وما تطلب احتياجاتك من الاخرين، فانت بتحب تثابر في عملك وتجتهد في عملك، لو حتى في المنزل، لو حتى انت ام بتحبي انت تكوني سيدة المنزل، انت تعمل كل اعمال المنزل في ايدك انت، مش حدا يساعدك. هو شايفك انك انت معتمدة على نفسك جدا جدا في كل شيء، وهو معتمد عليك في كل شيء، لانه هو شايفك انه انت تتنازلي ومستعدة بتعمل كل شيء في ايدك انت، عشان انت تطمني اطفالك بخير، عملك في خير، كل شيء في خير. المهم انك انت تحسي بالسكينة والطمأنينة. هو شايفك انه انت يعني عندك شوي كبرياء او شوي من النرجسية، مش النرجسية طبعا، لان النرجسية بتجي واحد اثنين ثلاثة، يعني بتجي بتيجي متأزمة، حالة متأزمة، حالة مرضية يعني. وفي كل شخص طبعا نرجسي وبحب يحافظ على كرامته، وبحب يحافظ على كبريائه. فهو شايف انت شخص بتحب تحافظ على كبريائك، وبتحب تكون مستقل وما تحتاج حدا، ولا هو نفسه تحتاجه. حتى لو يعني انك بدك شيء انت يعني بتروحش تطلبه منه، او تخليه انه تطلب حاجتك. لو انت محتاجه او هو لازم يكون حقك عليه، لكن تتنازل عن هذا الحق مقابل انك انت ما تحسسوش انه انت محتاجه. يعني يعني كانه مع انه غلط عملك هيك،
ولازم يكون اذا كان هذا زواج سابق او انتوا في زواج فعلا الشخص ده متباعد عنك وفي شوي زعزع في العائله، غلط انك تخليه يعتمد عليك في كل شيء. الاعتماد هذا بدمرك انت مش بدمره هو. راح شاف اتجاه تاني لانه شافك انك انت مخلص له كل مصالحه او بتعمل له كل شيء، فاعتمد عليك انه مثلا اترك لك الاسره انه انت ترعاها وانت توقف ترتب لهم كل شيء. فشافك شوي انه انت كبرك او كبريائك بس بيجي لعند كرامتك، انه هو ما في حدود ما يتخطاهاش وباقي مش مشكله قادر تحمله. انه مثلا انه مثلا ما يشتمكش بكلام لا يليق فيك، هيك انت رح توقف عند حده. بس انه هو يطلب منك مثلا مساعده بتلبيها، لو كانت عبء عليك وهو قادر يعملها بس هو رمى العبء هذا عليه مش مشكله انت بتلبيها. هو شافك انت معتمد عليك فعشان هيك هو شافك انك انت الاستقرار، وكنت بالنسبه له استقرار عائلي يعني كنت معتمد عليك كل شيء، والامان والطمانينه والاعتماديه. انا احس الشخص كان معتمد عليك جدا 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 جدا. التفت ما الذي تتشبت في شيء انت متشبت فيه، التفت عليه. في انت متشبت شيء انت متشبت فيه، راسك فيه هذا الشيء، فبقول لك التفت اليه. يعني انتبه عليه، الشيء اللي متشبت فيه انتبه عليه، خليك ايجابي. ايجابيه. بس هذا الشخص على فكره شافك انك انت طويل بال وانت بتخطط قبل ما تفعل، يعني في عندك يعني بتخطط لقدام. طيب التفكير الايجابي والايمان سوف يجلب لك الرومانسيه. اذا انت شوي متشائم وانت شايف هذا الشخص اتعبك فخليك ايجابي، لانه الإيجابية هي مش بس بتجيب بس الرومانسية والحب، كمان بتجيب لنا طاقة إيجابية نحس إحنا إن إحنا عايشين، وإحنا مش نخلي الحياة هي اللي نستناها تتغير ونضل متشائمين. لا، خليك إيجابي واشتغل وكون يعني شوي عندك تجاهل للأمور اللي هي مثلا بتعبتك. اترك الظلم اللي أنت مرقت فيه، اتركه لله. إذا الشخص هذا أتعبك كثير فاتركه لله، رغم بنتكم. فخليك إيجابي، استقبل كل شيء في إيجابية وشوف الحياة بإيجابية عشان أنت تكون شخص يعني تحس إن الحياة حلوة، مش تحسها إن شخص غدرك أو شخص أو كذا وكذا وكذا. كلنا بنمرق بظروف لكن لازم نكون إيجابيين ونحكي قدر الله ما شاء وفعل. يعني ربنا هو اي شيء احنا بنمرق فيه في الحياه صدقوني يا جماعه هو كاتب لنا، وكل شيء من الله شيء جميل ان كان سلبي او ان كان ايجابي. حكيت لكم على الابراج، شو خطوه هذا الشخص، شو نواياه من اتجاهه بدا قد ايه.